السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبنا في فيديو جديد. بمناسبة بقى دخول المدارس، وبمناسبة طبعا ان احنا عاوزين نحمي أولادنا وعاوزين نحميهم من أي حاجة ممكن تضرهم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك حلو للفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا زر التنبيهات على الكل، عشان النهاردة الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا وهيفيدكم كتير. وكمان ما تنسيش تعملي متابعة للقناة بتاعتنا، بإذن الله تشوف عندنا فيديوهات حلوة كتير ووصفات وريفيوهات وكل حاجة حابة تشوفيها تلاقيها عندنا على قناتنا. هنا بقى نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا المدرسة او اي تجمع بيكون فيه مشاكل بسبب انه بيحصل انه الاولاد بتبقى ممكن يحصل لهم لا قدر الله عدوى في شعرهم، مثلا حشرات او اي حاجة من الحاجات دي. طيب انا عاوزة احمي اولادي من الموضوع ده، سواء اولاد او بنات، يعني خصوصا بالذات بقى لو مش محجبة، يعني لو بنوتات صغيرين كده وبيروحوا المدرسة، عاوزة احميهم من المشكلة دي او ان حاجة زي دي لا قدر الله تحصل، هتعملي ايه؟ هنستخدم الجميل ده كوقاية. ده عبارة عن ايه؟ اسمه ايفرزين لوسيون. ده تاخديه سكرين شوت على طول وتجيبيه من الصيدلية. سعره كام؟ سعره 35 جنيه. سعره 35 جنيه، حرفيا من احلى الحاجات اللي لازم تكون موجودة عندك في بيتك. تحفة تحفة تحفة، من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي ما ينفعش انها ما تكونش موجودة في البيت اصلا، زي الشامبو والصابون والحاجات اللي احنا بنهتم بيها في اولادنا. يعني حاجة بجد لازم تكون موجودة عندك. طيب انا بستخدمه في ايه؟ بستخدمه كوقاية، بعمل بيه الشعر الاولاد والبنات. هو لسيون، ما تخافوش خالص، مش هيضر شعرهم في اي حاجة، ولكن بيعمل كحماية من انهم لا قدر الله يتعرضوا للاصابة طبعا بعدوى من الحشرات والحاجات اللي بتبقى في شعر الاولاد او كده، او ان لا قدر الله حاجة زي دي تحصل. طيب مهمته ايه بقى التانية اللي انا بحبها قوي وبحب برضو استخدمه عشانها ولازم دايما يكون موجود عندي؟ هي النمل. لو في اي نمل في البيت، اي مشاكل طبعا حشرات زحفة زي النمل والحاجات دي، على طول على طول باخد منه شوية كده بمقدار، عارفين معلقة الشاي، باخد كده شوية عليها وبحطها عندي على كوباية كبيرة من المية، وببتدي ان انا احطها في بخاخة ارجها كويس، وبعدين ارش كده في الاركان اللي انا حاسة ان فيها نمل. عايزة اقول لكم سحري سحري جدا جدا، يعني من اكتر الحاجات اللي هي لازم بجد تكون موجودة عندك في البيت، لانه فعلا هيفيدك كتير قوي، ولازم ان انت تستخدميه يبقى موجود عندك. سعره حلو قوي قوي قوي، يعني يعتبر ببلاش بجد، ومفيد جدا جدا. انا عايزة اقول لكم ان العلبة بتخلص بجيب واحدة تانية وهكذا، لان انا بستخدمه كوقاية في كل حاجة، هو بجد ممتاز. حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير وكومنت حلو، واستنونا في فيديوهات كتير ووصفات اكتر، ونشوفكم بخير ان شاء الله في فيديوهات كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.